بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور علاء تاج الدين محمد، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي. هنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بإدارة التسويق، وهنحدد النهاردة موضوعنا في الاستراتيجيات الخاصة بتجزئة السوق، وكيف يتم تجزئة السوق واستهدافه باستراتيجيات معينة. الهدف من هذه المحاضرة ان احنا نركز على ثلاث حاجات: مفهوم وأهمية تقسيم السوق، وما هي البدائل التي يمكن ان نستخدمها في التقسيم، ثم تقسيم السوق ومتطلباته، ثم استراتيجيات استهداف السوق. بعد أن تقوم الشركة بعملية دراسة السوق من خلال دراسة نقاط القوة والضعف في داخل الشركة، ثم دراسة الفرص والتهديدات الموجودة في خارج الشركة، يأتي الدور على تجزئة السوق إلى أجزاء حتى يمكن أن نحدد هل سنقوم باستهداف السوق بالكامل أم نستهدف شريحة محددة واحدة ونركز عليها، أم نقوم بالتسويق لأكثر من شريحة ذات خصائص، أو هذه الشرائح ذات خصائص مختلفة. ومن ثم التجزئة هي معناها التعرف على المجموعات المختلفة من العملاء في داخل سوق واحد. نتيجة لدراسة هذا السوق سنتعرف على ما هي هذه الشرائح، ثم ننتقل إلى اختيار أي الشرائح سنستهدفها، ثم يأتي الدور على الاستراتيجيات التسويقية من خلال بناء الصورة الذهنية عن الشركة والمنتجات الخاصة بها من خلال المزيج التسويقي، المنتج والسعر والتوزيع والترويج، حيث أنه لا يوجد سوق متجانس بالكامل، لا يمكن أن ننتج منتج لكل الناس ولكل الشرائح، لأنه من الصعب إرضاء جميع الناس بمنتج واحد. ومن ثم يمكن القول أن السوق عبارة عن شرائح، وكل شريحة لها مواصفات معينة ولها طبيعة معينة تشترك فيها أو يشترك فيها أفراد هذه الشريحة. إذن على الشركة أن تقوم باختيار الشريحة التي يمكن أن تقوم بإشباع حاجتها بدرجة عالية وتحقق من خلالها الميزة التنافسية. إذن نحن بحاجة إلى تقسيم العملاء إلى مجموعات مختلفة باحتياجات مختلفة أو سلوك شرائي مختلف، ثم نحاول اختيار الجزء أو الأجزاء التي يمكن إرضائها بدرجة كبيرة مقارنة بالمنافسين. نقدر نستخلص من كده تعريف تجزئة أو تقسيم السوق، بنقول إنها عبارة عن عملية من خلالها تقوم الشركة بتقسيم السوق إلى شرائح أو قطاعات متجانسة فيما بينها، لديها حاجات مشتركة، ويستجيبون بنفس الطريقة لنفس المزيج التسويقي، مع الأخذ في الاعتبار أن كل شريحة لها هدف، سيكون لها هدف تسويقي تبحث من خلاله المنشأة تحقيق حصة من مبيعاتها عن طريق مزيج تسويقي خاص لكل شريحة أو لكل قطاع. ده التعريف اللي احنا نتبناه في هذا الكتاب. اذا قد يطرح البعض سؤالا: ولماذا تقوم الشركة بكل هذه الجهود حتى تجزئ الاسواق
في الحقيقة سوف يحقق تجزئة السوق عدد من المنافع للشركة. أول حاجة أن نقوم بإشباع احتياجات المستهلكين بطريقة أفضل. لما بعرف الاحتياجات وبركز عليها وما بقاش في اختلاف في الاحتياجات في داخل الشريحة، يبقى أقدر أبيع المنتج الذي يحقق منافع عالية للمستهلكين، ومن ثم احتياجات المستهلكين ستتم إشباعها، يتم إشباعها بطريقة جيدة. الحاجة الثانية أن أنا أستطيع أن أنا أحقق أرباح أعلى، لأن كل ما بيتحقق إشباع المستهلكين لاحتياجاتهم هنا يكون لدينا فرصة أن احنا نحافظ على المستهلكين ونزود من عدد المشترين والولاء في داخل الشريحة. وفي نفس الوقت من الممكن البحث عن شرائح أخرى جديدة لاستهدافها ومن ثم تحقيق أرباح أعلى، وهذا ما يسمى فيه بفرص النمو. المحافظة على المزيد من العملاء، الحاليين، وأيضا جذب العملاء الجدد الذين من خلال التركيز عليهم يمكن أن احنا نحقق أرباح. ولأن الشريحة نفسها متحركة، بمعنى إيه متحركة؟ بمعنى أن كل فترة تختلف احتياجات هذه الشريحة، لأن الفئة العمرية ستتغير والدخل ممكن يتغير، وهكذا دورة الحياة بتاعة المستهلكين بتأثر في اختلاف احتياجاتهم. أيضا بيبقى في فرصة أفضل إن أنا أوجه المزيج التسويقي بتاعي من خلال الاتصالات التسويقية الجيدة، أستطيع إن أنا أكون أركز على إدارة علاقات العملاء بطريقة جيدة، بالإضافة إلى أن الشركة تستطيع أن تكسب حصة من الشريحة السوقية من خلال نقاط القوة التي لديها. يمكنها أن تعظم أرباحها من خلال منتجات جديدة أو من خلال وفرات الحجم الكبير وتأثير على سلسلة التوزيع من خلال أن أنا أديهم حصة من الأرباح وأزود فرص أنهم يشجعوا المستهلكين على استهلاك المنتج اللي احنا بننتجه. كيف نستطيع تقسيم السوق في هذه الحالة؟ بنقسم السوق حسب عدة اعتبارات. هل نوع اولا نوع الايه السوق، هل هو سوق استهلاكي او سوق تجاري؟ ما معنى السوق الاستهلاكي او السوق التجاري او السوق الصناعي؟ السوق الاستهلاكي يعني ان العميل هو المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة لإشباع حاجاته الشخصية. أما التجاري فهو يقصد به تجارة، والتجاري والصناعي في نفس الوقت، فيكون فيه العملاء هم شركات ومؤسسات تستغل هذا المنتج لتقديم خدمات جديدة أو إعادة تصنيع هذا المنتج أو استخدامه في كجزء من أجزاء. دي حاجة. الحاجة الثانية أيضا قوة الشركة وقدرتها، لأنه أنا ما أقدرش أقسم السوق إلا لما يكون عندي قدرة على عملية التقسيم، ويكون هناك مزايا لعملية التقسيم. ما هي الأسس التي سنستخدمها في عملية التقسيم؟ هناك عدة أسس. أول حاجة الأساس الجغرافي، وطالما جغرافي يبقى زي ما احنا شايفين الخريطة اللي قدامنا مثلا للولايات المتحدة، ممكن اقول والله كل ولاية لها طبيعة خاصة، والمستهلكين اللي جوه هذه الشريحة المنطقة الجغرافية سيختلفوا خصائصهم، مثلا لانهم في الشمال يبقى المنتجات بتاعتنا يبقى لازم تركز على شريحة اخرى ايضا لها خصائص مختلفة لانها في الجنوب. هنا تقسيمه جغرافي حسب المنطقة، شمال وجنوب، شرق وغرب، شرق مناطق شرقية ومناطق غربية، مناطق حارة ومناطق باردة،
باردة في الشمال وحارة فين؟ في الجنوب، وهكذا. حيث الكثافة السكانية ريف وحضر. الطريقة السيكولوجية، وهذه الطريقة تأخذ في الاعتبار، يعني ايه سيكولوجي؟ يعني نفسي. تأخذ في الاعتبار الجانب النفسي للعميل، والجانب النفسي يقصد به مستوى طموحه، هل هو انطوائي، هل هو اجتماعي، هل هو يحب الخروج ولا يحب السكون، يحب الراحة والدعة والاستجمام، ولا أكثر يميل إلى العمل والحركة، وهكذا. أو إن أنا أركز على سلوك المستهلكين، والسلوك هنا يقصد به كيف يتخذ المستهلك قرار شرائه، وما هي سلوكياته في الاستهلاك للمنتج. وبالتالي مثلا قد يكون السلوك يركز على شرائح مختلفة، ولاء عالي للمستهلكين للمنتج، ولاء منخفض، ولاء متوسط، استخدام خفيف أو شديد للمنتج. المنافع اللي بيرجوها المستهلك وهو بياخد قرار الشراء، هل بيركز على الجودة ولا على الخدمة ولا على الوفرة الاقتصادية؟ هل توقيت الشراء بيشتري عادة في الصباح ولا في المساء؟ دي سلوك المستهلك في اتخاذ قرار الشراء. الطريقة الديموغرافية دي تأخذ في الاعتبار الجانب السكاني بجميع خصائصه. هل هنركز على الذكور ولا الإناث؟ هل هنركز على مستويات الدخل العالية ولا المنخفضة؟ هل هنركز على الشباب ولا الشيوخ ولا الكبار ولا الأطفال؟ هل هنركز على العائلات الكبيرة ولا الصغيرة؟ كل ده الحالة الصحية للمستهلكين. هنركز على المهن المختلفة، هنركز على الديانة، مسلم، مسيحي، يهودي. إذن هناك عدة طرق للتقسيم وفقا للتقسيم الديموغرافي. هناخد تقسيم مبسط لسوق الملابس الجاهزة. حسب الدخل والنوع. يعني ايه حسب الدخل والنوع؟ يعني هنا دخلنا شريحتين، يعني طريقتين في نفس الوقت في التقسيم. يبقى حسب الدخل هقول ايه؟ دخل متوسط، دخل عالي اغنياء، او دخل ايه؟ محدود. بس جوه الدخل في ايه؟ في اولاد، في بنات، في نساء، وفي رجال. أولاد اللي هم الأطفال الصغيرين، بنات اللي هم البنات الصغيرين، والنساء اللي هو الكبار، والرجال هم الكبار. يبقى هنا أخذت أكثر من إيه؟ من تقسيم في نفس الإيه؟ الوقت. هيبقى عندي أولاد أغنياء، أولاد متوسط الدخل، أولاد محدود الدخل، بنات أغنياء، بنات متوسط الدخل، بنات محدود الدخل، وهكذا النساء، وهكذا الإيه؟ الرجال. مثال آخر على تقسيم سوق الأحذية. من حيث السكان، رجال وإيه؟ ونساء. جوه الرجال في أطفال وشباب وبالغون، وهيبقى جوه النساء أيضا أطفال وشباب وإيه؟ وبالغون. مع الأطفال حسب السن، أقل من سنة، من سنة إلى 3 سنوات، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وحسب الايه السن. وهنا ممكن استخدام اكثر من تقسيم في نفس الايه في نفس الوقت، بحيث يبقى عندي اكثر من شريحة. والنساء ايضا هتبقى بنفس الايه الطريقة في التقسيم الايه الفرعي. هل بنقسم كده بدون اعتبارات؟
ولا يتم التقسيم وفقا لعوامل يعني بنقول ايه اسس. طبعا بيتم التقسيم وفقا لاسس. طب هل ده بينطبق على سوق المستهلكين فقط؟ لا، ايضا بينطبق على سوق المشتري الايه الصناعي او التجاري، وده له اعتبارات اخرى. اول اعتبار الديموغرافي، والاعتبارات الديموغرافية تاخذ في الاعتبار حجم الشركة. يعني انا مش بتكلم عن ديموغرافيا خاصة بالسكان، لا، بعتبر ان الشركات وحدة ذات طبيعة، يا اما صغيرة يا اما كبيرة، يا اما في صناعة الزجاج يا اما في صناعة السيارات يا اما في صناعة الورق، واصبح ده تقسيم ديموغرافي خاص بالوحدات الانتاجية نفسها. الاسلوب الثاني حسب تكنولوجيا التشغيل، وتكنولوجيا التشغيل يقصد بها عمليات الانتاج. هل هي شركات صناعية ولا شركات تجارية؟ وفي نفس الوقت جوه الشركات نفسها طريقة الشراء هتبقى شكلها ازاي؟ عمليات التشغيل الخاصة بالشراء ازاي؟ يعني اجراءات الشراء بتتم ازاي؟ في بعض المنتجات الشركات بتدور على الجودة اكتر من الاسعار. في طريقة الشراء ممكن تكون مركزية ولا مركزية. المنشأة نفسها لنا علاقات معها ولا ما فيش علاقات معها؟ اسلوب التعاقد المفضل في الشراء ايه؟ طبيعة عمل المؤسسة، هل هي تجارية زي ما قلنا، ولا صناعية، ولا مالية، ولا هندسية، مقاولات ولا ايه؟ التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج، خلاص، يبقى دي مختلفة من حيث الجانب التشغيلي. الطرق الاخرى زي مثلا خصائص الطلب، هل هذه الشركات تشتري بكميات كبيرة ولا كميات صغيرة؟ هل هي بتعتمد على الشراء بفترات متقطعة ولا الشراء المستمر؟ العملاء اللي هيشتروا مننا أو منها أو من هذه الشركات، مؤسسات لها ولاء شديد لمورديها وشركات ليس لها ولاء لمورديها، شركات لديها عدد محدود من الموردين ولا شركات لديها عدد كبير من الموردين. تمام، يبقى كده عرفنا ان هناك اختلاف ما بين تقسيم السوق الاستهلاكي وتقسيم السوق التجاري او الصناعي. اذا واحنا بنقسم لازم ناخد في الاعتبار بعض الملاحظات التي تساعدنا في فهم كيفية التقسيم. من الممكن ان هذه التقسيمات تختلف حسب طبيعة المنتج. يعني مثلا في منتج ممكن يباع للذكور والإناث، يبقى لازم غصب عني كده كشركة لازم يبقى عندي شريحة ذكور وشريحة إناث. لكن لو مفيش، طبيعة المنتج ليست مختلفة من حيث الذكور والإناث، يبقى مفيش تقسيم حسب الذكور والإناث. الحاجة الثانية، ليس هناك قواعد ثابتة لعملية التقسيم، لكن أهم حاجة وأنا بقسم إن أنا كيف يمكن إن أنا أحصل على شريحة متجانسة وكبيرة الحجم اقتصادية، بمعنى إنها كافية لعملية التقسيم أو إن أنا أركز عليها. في نفس الوقت زي ما قلنا في تقسيم الملابس الجاهزة ذكور وإناث حسب الدخل، دخل مرتفع ومنخفض وهكذا، يبقى أصبح لدي أكثر من تقسيم في نفس الوقت. يمكن إنتاج مجموعة من المنتجات وكل منتج يخدم شريحة معينة. يعني نفس المنتج ممكن أطلع منه منتج غالي الثمن وممكن رخيص الثمن. السوق يا إما تجاري يا إما استهلاكي. وأنا بركز على الشرايح
خلي بالك انت بتدور على الشريحة اللي هتحقق لك الجانب الاقتصادي والتميز التنافسي او الميزة التنافسية، فممكن تدور على شريحة المنافسين نفسهم مش مركزين عليها، ودي جانب مهم جدا في لماذا يتم تقسيم السوق. ايضا قرارك يا اما تقسم السوق او لا تقسم السوق، وده هناخده في الاعتبار لما نيجي نقول الاسس اللازمه، زي ما اتكلمنا قبل كده عن اسس اللازمه او المعايير اللازمه لتقسيم السوق، او هنتكلم عنها اللي هي متطلبات تقسيم السوق. خلاص، التقسيم لاقسام صغيره جدا قد لا يكون له اقتصاديه الحجم. بمعنى ايه اقتصاديه الحجم؟ بمعنى انه ما اقدرش اركز على الشريحه لاني غصب عني مش هقدر احقق منها الارباح واحقق منها الاقتصاديات الكافيه لتغطيه التكاليف. خلاص، يبقى لما تيجي تجزئ السوق بس بطريقه فعاله، خلي بالك انك انت عندك عده متطلبات. اول متطلب اللي هو ايه؟ قابليه القياس. بمعنى ايه قابليه القياس؟ ما بتقدرش تصل الى الشريحه وتعرف عددها قد ايه وخصائصها قد ايه الا لما تكون قادر على قياس الشريحه. ولو ما عرفتش تقيسها من حيث حجمها ومن حيث دخلها قد ايه ومن حيث اقتصاديتها قد ايه، يبقى مش هتقدر تقسمها، قوة الشريحة نفسها وخصائصها. الحاجة الثانية، هل هي كبيرة أم صغيرة؟ اللي يجب أن تكون كبيرة بدرجة تكفي عملية التركيز عليها، إمكانية الوصول إليها، لأنه بدون الوصول إليها مش هقدر أبيع ومش هقدر أحدد خصائصها. أن تكون مختلفة، بمعنى أن كل شريحة متجانسة في داخلها، يعني منسجمة ولكن مختلفة عن بعضها البعض. الحاجة أيضا قدرة على الأداء، بمعنى أن أنا أستطيع أن أنا ألبي احتياجات هذه الشريحة. ننتقل إلى مستويات تجزئة السوق، ويقصد بالمستويات هي كيف يمكن أستهدف السوق، كيف يمكن أن أنا أصل إلى التقسيمات المختلفة للسوق. أنا عندي ثلاث مستويات في الاستهداف أو التجزئة. المستوى الأول عدم التجزئة، ويقصد به إن السوق كله سوق غير مقسم. بمعنى إيه؟ إنه لأنه متجانس في الداخل، فلا داعي إن أنا أقسمه، مفيش داعي، متجانس في الداخل، مفيش حاجة تشجعني إن أنا أقسمه إلى أقسام. الحاجة الثانية، أقسم السوق إلى قطاعات، وده بنسميه سوق مقسمة، أو إن أنا أركز، يعني السوق بتاعتي هتبقى إيه؟ مركزة في شريحة واحدة، تركيز، تمام؟ وبالتالي يصبح لدي ايه؟ ثلاث استراتيجيات للتسويق. مع هذا النوع هيصبح لدي ما يسمى بالتسويق الموحد او التسويق الشامل. خلاص، مع هذا النوع هيصبح لدي استراتيجية التجزئة، او اللي احنا بنسميها استراتيجية تجزئة السوق Market Segmentation، ومن ثم يظهر عندي ما يسمى بالتسويق المتنوع. الاستراتيجية الثالثة اللي هي استراتيجية التركيز، ودي بتاخد في الاعتبار ما يسمى بالفجوة السوقية. أركز على شريحة واحدة فيها الخصائص اللي أنا عايزها وفيها التجانس، وهتحقق لهذه الشريحة التميز والاختلاف عن المنافسين، فهنا أركز كل جهودي في هذه الشريحة. ف
هذه الثلاث استراتيجيات. التسويق الشامل معناه ايه؟ مزيج تسويقي. ايه المزيج التسويقي؟ بيركز على ايه؟ الاربع عناصر الاساسية اللي هي المنتج، التوزيع، والترويج، والسعر، لكل الشرائح، مفيش اختلاف. القطاع الاول مفيش قطاعات، كلهم ايه؟ سوق واحد. خلاص، سوق واحد مفيش قطاعات. خلاص، نيجي للاسلوب الثاني، تسويق متنوع. بمعنى ايه؟ مزيج تسويقي لكل قطاع من القطاعات. مزيج تسويقي للقطاع الاول، مزيج تسويقي للقطاع الثاني، مزيج تسويقي للقطاع الثالث، وهكذا. ثم استراتيجية التسويق المركز او التركيز. المزيج التسويقي هينصب فقط على ايه؟ على شريحة واحدة مثلا، اللي هو الشريحة الثالثة. ماشي؟ طبعا كل نوع من هذه الانواع له مزاياه وله ايه؟ عيوبه. ولكن هنركز ان شاء الله في المحاضرة القادمة على هذه الاختلافات، حيث المزايا والعيوب الخاصة بكل استراتيجية تسويقية. لكن احنا عايزين نقول ايه؟ انت كمنتج او كشركة لازم تدور على الاستراتيجي الاول، تقسيمك للسوق ما هو مبني على ايه؟ احنا قلنا العوامل المختلفة اللي هو عملية التقسيم، لكن في النهاية انت قدراتك ايه؟ هل قدراتك تستطيع انك انت تنتج منتج واحد لكل فئات المجتمع، وتتغاضى عن الاختلافات اللي موجودة؟ امكانياتك هتقدر تسمح بكده؟ قدراتك الانتاجية تسمح بكده؟ يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بعمل زي ما اتكلمنا في البداية، دراسة للتحليل الداخلي للإمكانيات الداخلية للشركة، بحيث نقاط قوتها ونقاط ضعفها، بالإضافة للمنافسة. ما ممكن أجي أنتج منتجات متعددة لشرائح مختلفة، ما أقدرش أحقق ميزة تنافسية، لأن المنافسين عندهم نفس الإيه؟ نفس المنتجات ونفس الخصائص، مفيش اختلاف بيني وبينهم، وأنا أقل حجما وأقل قوة. فأنا ممكن هنا أقول لا، أنا أركز على قطاع واحد من القطاعات السوقية اللي أنا أقدر أتميز فيها. فهنا كل نوع من هذه التقسيمات ومن هذه الاستراتيجيات سيتناسب مع طبيعة الشركة وطبيعة المنافسة وطبيعة السلعة نفسها، وأيضا طبيعة السوق من حيث حجمه والخصائص الخاصة به. بكده يبقى انتهينا من هذا الجزء من الفصل، وإن شاء الله نلتقي معكم المحاضرة اللي جاية عشان نستكمل هذا الموضوع بمزيد من التفصيل، مع التركيز على الفروق ما بين الاستراتيجيات، ثم كيف يمكن استهداف السوق من خلال تحسين الصورة الذهنية باستراتيجيات المزيج التسويقي، بالإضافة إلى أن احنا ننتقل أيضا إلى سلوك المستهلك وكيف يتخذ قرار الشراء من خلال المراحل المختلفة لقرار الشراء. بشكركم وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة ويحافظ علينا وعليكم من كل سوء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.